أكثر من 750 أسرة نازحة في محافظة حجة شمال غرب اليمن باتت بلا مأوى نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، كما كشفت ذلك إحصائية رسمية. المنازل منها يعني زاد عن، ما أقول لك منازل، منها بلقاش منازل، زاد من فوق 100 بيت اللي هنا أقول لك قدام الواد يحلين، ونظرنا اللي شلنا الأمطار كدفناها. يعني وصبحت يعني شلنا علينا يعني الكراسي، الملابس الأطفال، الدقيق من السمكر من أي حاجة شلناها، ولا مضطرين من كل حاجة. ولا يشوفون هون أنا في الأراء يعني الآن موجودين في الأراء، يعني لا مقايل لا بيوت ولا موية ولا ماكل، يعني والله يعني في حالة يعني سيئة يعني الآن. تضرر المزارع، تضرر أصحاب النحل، تضرر الكل بسبب السيول والأمطار. والآن هؤلاء الأسرة أكثر من 5 أسر أو 6 أسر في هذا المكان متضررين ومقطوعين، لا يوصل لهم خط. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أكدت في تقرير لها أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حجة تسببت بأضرار جسيمة في قرى ومخيمات النازحين، وأدت إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 750 أسرة في مديريات ميدي وحيران وحرض بمحافظة حجة. حصل علينا السيل وإحنا نايمين تقريبا الساعة 1 في الليل، شل الملابس، شل المصاريف، شل الأواني الذي تأوي البيت. هذا السيل ما كنا شفناه، لكن الحمد لله على أحكام الله، والناشد يعني السلطات المحلية بل المساعدات والأغاثات يلفتون علينا النظر. النازحون أكدوا أن الأضرار جرفت خيامهم وهدمت عششهم، كما تسببت في خراب كبير أحدثته في الطرقات العامة أدى إلى توقف حركة السير بمناطق وقرى مديريتي ميدي وحيران. يعاني المتضررون من السيول والأمطار في محافظة حجة من الدمار الذي لحق بمساكنهم وسط غياب دور السلطة المحلية والمنظمات ذات العلاقة.